Hello, how are you? I'm Muhammad Mahmoud, your teacher, Bani Alam Institute. Assalamu alaikum, Abdullah. This is your plan in this month, inshallah, that we will follow. Inshallah, we're gonna take from Surah An-Nas up to Surah Al-Bayyinah, and you will know how to say them with a good way. Okay? And also, we're gonna learn how to say them with an articulation point. Now I'm gonna read Surah Al-Bayyinah just for you. Listen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. Okay, that's it. Thanks a lot. See you next time. Assalamu alaikum.